هشام عبقري مدير الفنون بوزاره الشباب والثقافه والتواصل قطاع الثقافه. هذا الحضور هذا اليوم في الافتتاح ديال الدوره الثالثه لمهرجان الفنون التراثيه قلعه السراغله، يعني كان حضور استفدنا منه بزاف ديال الحوايج. علاش؟ لان كان هناك تاكيد على ان الفنون التراثيه لا زالت لها وقع فني على الجمهور المغربي خصوصا سكان مدينه قلعه السراغله، على اساس ان شاهدنا اليوم واحد التنوع ثقافي من خلال مثلا عروض حمادشة، عروض كذلك الحضره ديال سيدي رحال، كذلك عبيدات رما، وخلال الايام القادمه غيكونوا واحد عدد ديال الفقرات فنيه مثلا لعابات، كذلك الموسيقى الاطلس. لماذا الاحتفاء بالتراث؟ لان الاحتفاء بالتراث هو اساس، لان التراث كيسمح لنا من جهه اننا نتذكر الرواد ديال هذا الفن هذا، ولكن كذلك كيسمح لنا كنبينوا الانتماء ديالنا لهذا الوطن، وكيبين لنا الطريق، وهذا شعار لهذا المهرجان هذا نحو صناعه ثقافيه، ان التراث غيسمح لنا بهذا الغنى اللي عندنا اننا ناسسوا لصناعه ثقافيه. الصيروره طبيعه الحال، الصيروره انا دابا كنسمعوا شاهدنا شباب، راه ما كانش القاعه فيها غير الناس الكبار، كان فيها الشباب، اذا هذا الشباب هذا تا هو التفاعل، بالتالي كاين هناك الاستمراريه، هذاك الجمهور اللي كان شحال هذه ولد ولاده باقي وغيولدوا تا هما وغيبقوا. اذا من الواجب من ما يمكنش، واخا يبغي ينضطر ما يمكنش، لان التراث المغربي هزوا الشعب ديالو، وبالتالي الوزاره الشباب والثقافه والتواصل قطاع الثقافه دائما نثمن فعلا التراث، ولكن ندعم الانشطه التي تتجه باتجاه الاحتفاء بالتراث والتثمين ديالو. استاذ، لاحظنا واحد الحاله مهمه سيرتو في اقليم قلعه السراغله، أيه؟ انكم ساندتوا الفرق المحليه، يعني طلعوا الخشبه فرق محليه، هي راه هذه ظاهره زعما فريده من نوعها بالنسبه للمناطق الاخرى. لا، مناطق اخرى كيكونوا مثلا هذه القلعه حاله خاصه، الحين الدوره الثالثه، اللعابات عبيده طرما ولاد سيدي رحال، يعني عادي جدا ان الدوره الثالثه خص ضروري بعدا مهرجان يدير الجمهور ديالو. نعم، الجمهور ديالو غيديروا بالولاد المنطقه. نعم، ودائما كنحاولوا ان يكون واحد التنوع، يكونوا الفنانين ديال المنطقه، ولكن كذلك ولاد المنطقه من حقهم يكتشفوا فنانين اخرين ما عندهمش. نعم، هذا حق دستوري ديالهم. نعم، خصو يعرف داك الشيء اللي عنده ويعرف داك الشيء اللي ما عندوش، اللي جا من مناطق اخرى، لان في اخر المطاف راه حنا مغاربه كاملين. بالتالي المهرجانات تنفتح وتخلق فرص شغل للفنان المحلي، ولكن كذلك تسمح للمتفرج المحلي انه يكتشف فنان من مناطق اخرى. هذا الشيء اللي كاين. شكرا. مرحبا سيدي، مرحبا.